بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمة الله رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. حضرة الفاضل السيد والي الولاية المحترم، حضرة الفاضل السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، إطارات هذه الولاية المدنية والأمنية والعسكرية والقضائية، السادة ممثلي الأمة في المجالس الوطنية والمحلية، السادة العلماء الأساتذة والمشايخ، مشايخ الزوايا، أبناءنا طلبة القرآن الكريم وبناتنا أهل هذا المسجد المبارك، مسجد السيدة خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وجعلنا في زمرة سيدنا رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وبعد،